ملشة وين كنتي لهلا؟ ليش تأخرتي؟ ما بتقولي خالتي قاعدة على نار؟ كان عنا شغل مع الست ماري. وشو هالشغل؟ ليش مانك على بعضك؟ ما فيني شي. شحة وشك مو على بعضك انتي، شبكي؟ شو صاير معي؟ شغلة بسيطة خالتي. تعي لهون، شو الشغلة البسيطة؟ قليلي. ما في شي، ليه ما عم تصدقيني خالتي؟ ما في شي. لا بنتي صاير معي شي، قليلي. حدا مضايقك؟ قليلي. والله لو عمك عرف انك جاية بهالوقت ليقيم لقيامة فوق راسي وراسك. عمي؟ ليش عمي سائل علي اصلا؟ يا مال الشام، يا مال الشام. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شي صاير مع على البنت. قلبي عم يقول لي معقول تكون متخانقة مع حدا من بنات الخياطة؟ لا لا لا، مو معقولة، مو معقولة. بس لازم أعرف شو عم بيصير، لازم. وينك يا حمزة يا خالتي؟ وينك؟ مريم خانم، ممكن لحظة؟ أهلين عمو. أهلين عمو. جناب الكولونيل بده يحكي معك. لحظة صباح الخير حضرة الكولونيل. صباح الخير، شو الأخبار؟ الحمد لله كله منيح، كله تمام. مين هاد اللي واقف مع مريم؟ هاد كولونيل الأمن الفرنسي. يوه، وشو عرفكن عليه؟ بعدين من وين لوين ليوقف معه؟ هي حكاية طويلة بعدين بحكي لك ياها. حبيت بشرك، خلال أيام أو ساعات كل مطالبكن رح تتحقق طبعاً، وهذا بفضلك. الله يبشرك بالخير مريم، بس بدي إياكن ما تتعبوا ولا تتراجعوا أبداً. كتر خيرك يا جناب الكولونيل، بتمنى لكم التوفيق. أنا بدي استأذن من جنابك لأنه أكيد الطالبات بيكونوا عم يستنونا بمدرسة التجهيز. تفضلي. يلا يا بنات خفوا رجلكم، تأخرنا. سيدي تسمح لي بسؤال؟ طبعا تفضل. يعني عدم المؤاخذة، والله أنا ما عاد فهمت على حضرة جنابك شيء. ظاهر كنت عم تسمع كل حديثي أنا ومريم. بدك ما تأخذني سيدي، سمعته كلمة كلمة وحرف حرف. طيب شو الغريب بالموضوع؟ ما في غريب، بس يعني أنا اللي مستغربه إنك عم تحكي مع المستورة مريم لك كأنك ابن البلد. مستغرب اني احب الشام؟ لا 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 سيدي، بالعكس ماني مستغرب، وانا مبسوط كثير انك بتحب الشام. بس يعني عدم المؤاخذه قل لي شو اللي قلبك هالقلبه؟ حكايه طويله ابو خضر، طويله كثير. سيدنا يرحم ابوك، احكي لي. بعدين بعدين. لك فريده؟ ايه معلمتي. وينك لهلا؟ لك المظاهرات معبية الحارات والشوارع كلها والمحلات كلها ياتا مسكرة، لك تصوروا ما لقيت محل اشتري منه شيء. كل الشام اليوم مقضربة مشان الافراج عن المعتقلين. يو شو هالحكي، معقولة؟ والله مبين انه صالحة ومريم ومال الشام رح تزبط معهم، والله مو قليلين هالبنات. بتكون الصراحة
ما كنت متوقعة أبداً أبداً إنه البنات يطلع منهم كل هالشي. يا هيك بيكونوا البنات يا بلا. إي والله. يا هيك بيكونوا بنات الشام يا بلا. فريدة. إيه معلمتي. روحي اعملي لي فنجان قهوة على الخبرية. إيه من عيوني معلمتي. أمريني معلمتي. راس أرجيلة وبسرعة. إيه على راسي من فوق. شي بيرفع الراس. إيه والله بيرفع الراس. الشام فخر العرب متنو بياديهم بالهم جاه العدا. شرفتي وأنستي خالتي أم حسان. تفضلي. يشرفنا إيدالك حبيبتي. يو شو ماني شايفة البنات وينهم؟ والله يا خالتي مريم مصالحة ومال الشام صار لهم قرابة العشرة أيام ما أجوا زارونا. شو؟ شو هالحكي؟ صلى مال الشام عشرة أيام ما أجت لهون ولي على طولي؟ لكن وين عم تروح البنت؟ عم تطلع مع مريم مصالحة. وين عم تطلع مع مريم مصالحة لك بنتي؟ بالمظاهرات خالتي أم حسان. وشو هاي المظاهرات؟ لك احكي أوام؟ والله ركبي ساحوا تحتي شبكي. خالتي المظاهرات كلها مشان يطلعوا الأسرة من السجن. وشو دخل مال الشام بهالسيرة اللي عم تحكي عنها؟ مصايرة الروح بالروح هي ومريم مصالحة. وشو دخل مريم مصالحة بالمظاهرات؟ ما المظاهرات كلياتها مشان أبوهن. ليش أبوهن؟ مين أبوهن؟ أبو طالب. أبو طالب القنواتي اسمه عم بيتردد على كل لسان بهالأيام. ليش أبوهن أسير لك بنتي؟ أنا هيك فهمت. أبو طالب. أبو طالب. أنا سمعاني بهالاسم. لك إيه خالتي عم قلك اسمه عم بيتردد بكل حارات الشام. ماشي راح احكي مع الست ماري. الست ماري راحت تاخذ قياس الزبونه وما بقى الا ترجع. انطريها. ماشي بنطرها لانه انا حابه احكي معها وعاتبها. وانا راح ساوي لك فنجان قهوه. ماشي. البشاره 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 عمي البشاره. بشير عمي الفرنساويه وافقوا ويعيدوا محاكمتك انت وباقي الاسرى. طلعت محمد عم تحكي عن جد؟ لك ايه عن جد عم بحكي. الله اكبر على الحكي. الله حيوه. شوفكم يا عمي. السلام. الله معك. الحمد لله. الحمد والشكر لك يا رب العالمين. هذا بفضلك وكرمك. نزلوا الفرنساوية لمطالب أهل الشام ولا ما نزلوا؟ نحن شو بدنا بهالسيرة؟ شو هالحكي خالتي؟ هذا اللي سمعتيه من اليوم ورايح طلع من البيت ما عاد إلك. عم تفهمي؟ كمان إيه كمان؟ لأنه إذا بيصير لك شي كاينة لا سمح الله وبيجي عمك ما بيلاقيكي بالبيت ليقيم قيامتي وقيامتك لك خالتي. إيه بس أنا اللي كنت عم بطلع مظاهرات مشانه بيكون رفيقه لعمي الروح بالروح. شو هالحكي؟ لك ايه ابو طالب الله يفك اسره يلي بزماناتنا كنا بدنا نروح انا وياكي وتيتي نزورهم ببيتهم. اسمعي لا ابو طالب ولا ابو غالب طلع من البيت ما عاد فيه. عم تفهمي؟ حتى كار الخياطه ما بقى في تعليم من اساسه لانه حضرتك دايره من قرنه لقرنه بالمظاهرات وانا وعمك ابو حسان قاعدين على نار. ليش؟ بدون ليش. يو باظت اعصابنا بغيابك يا بنتي. يا عمي خالتك أم حسان عم تحكي هالحكي من خوف عليكي.
إيه من شو خايفين علي؟ كل أهالي الشام عم يطلعوا بالمظاهرة. نحن مأمنين عليكي بغياب عمك، والأمانة صاحبي. خالتي، والله أنا تعلقت روحي بمريم وصالحة، كيف بدك تحرميني منهم؟ هلأ تعودتي ولا ما تعودتي؟ اسمعي كلامي يا بنتي ولا تجائريني، وبكرة لما بيجي عمك بالسلامة احكي له شو بدك وساوي كل شي بعلمه. والله رح يصيبني داء الفالج من فوران قلبي عليكي. كلام خالتك مزبوط، لما يجي عمك بتاخدي إذنه وبتروحي وين ما بدك.